او احركم فيه للكابتن سيد عبد الحفيظ يعني شويه. فكره انه اللقطه الاخيره ناس جمهور الاهلي زعل منك لما ما جددتش، بس اللقطه الاخيره لقطه خروجك من النادي الاهلي كانت لقطه مهمه، لانه جماهير النادي الاهلي اديتك تكريم كبير جدا جدا وهتفت لك، وكان خروج انجاز التعبير يتقال عليه خروج من الباب الكبير. كابتن سيد، حضرتك كنت متعايش مع اللحظه دي، شفتها ازاي من وجهه نظرك وايه اللي حصل؟ يعني اولا يعني خطوه كويسه لاحمد شاه رحمن، وواحد من الناس المجتهده جدا 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 جدا، واللي سايب مصر سايب بصمه على الكره المصريه بشكل كبير قوي، مش في الانديه بس اللي مثلها يعني. واحمد اشتغلنا مع بعض كتير زي ما قلت لك، واحد من الناس البروفيشنال بجد يعني. يعني بيشتغل شغل من نار يعني. وانا في الشغل بتاعي دايما احب اروح للحته اللي هي في العشره، دايما تشوف الطباع الحلوه مش الحب بس على فكره. يعني في ناس تقول لك اصل انا بحب فلان، اللي طبعه حلو مش هتلاقيه بيغلط كتير، ومش هتلاقيه بيهين كتير، ومش هتلاقيه كلامه يعني فيه غلط. احمد طبعه كده؟ احمد طبعه كويس طبعا. احمد طبعه كويس، ساعات الغزاله بتروح في حته تانية. أيوة. بس ده حل لعيبه الكوره مع الوقت، لكن واحد من الناس اللي بتحمل مسؤوليه. ممكن الناس تشوف ان هو لما مش من الاهلي مين حبهم في احمد. ايوه. كانوا عايزين يكمل شويه، لكن يتحسب له انه ما سابش الفرقه لحد اخر يوم في عاده، بل بالعكس كمان ده كان عايز يكمل، ودي شهاده لله يعني. كان عايز يكمل حتى المباراه النهائيه، فتتحسب له طبعا. وخطوه موفقه ان شاء الرحمن في اللي جاي، وهو يستاهل كل خير، اسم كبير جدا جدا في عالم كره القدم المصريه، فيا رب ان شاء الرحمن يكون موفق في اللي جاي دايما يعني.